الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة للجميع. عنوان درسنا لهذا اليوم هو الممنوع من الصرف، وسنحاول التفصيل فيه من خلال بعض العناصر. فالعنصر الأول من الدرس وهو تعريف الممنوع من الصرف، ثم أسباب المنع من الصرف. فالممنوع من الصرف هو ذلك الاسم الذي لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، إذ أن الأصل في الأسماء جميعها هو التنوين أي الصرف. فنقول درس، فنلاحظ في آخر الكلمة بأن هناك ضمتان، إذن هاتان الضمتان تنطقان على شكل نون، فنقول درس حجرة. نلاحظ هذا المثال: صلى سليمان في مساجد كثيرة. صلى سليمان في مساجد كثيرة. فهنا الممنوع من الصرف أو الممنوع من التنوين هو كلمة سليمان، ثم كلمة مساجد فهي أيضا ممنوعة من التنوين. الجملة الثانية أو المثال الثاني: استعمل التلميذ قلما أصفر. استعمل التلميذ قلما أصفر، فالممنوع هنا من التنوين هو كلمة أصفر. إذن نستنتج بأن الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. نمر الآن إلى العنصر الثاني وهو أسباب المنع من الصرف. فالمنع من الصرف يكون إما لسبب واحد أو لسببين اثنين. فما يمنع من الصرف لسبب واحد هو ما يلي: إذا كان الاسم على وزن صيغة منتهى الجموع، ومنتهى الجموع أو صيغ منتهى الجموع هي عبارة عن جموع تكسير تدل على الكثرة وتبدأ بحرفين يليهما ألف وبعدهما حرفان، أو أنها تنتهي بثلاثة أحرف وسطها ياء ساكنة. فنلاحظ هنا محاضر، فنجد بأن هذا الجمع يتوسطه ألف، ثم يلي هذا الألف حرفان. أو مساجد نفس الشيء، أو أننا نجد جمع التكسير هذا وسطه ألف ولكن بعد هذا الألف ثلاثة أحرف وسطهما ساكن. إذن صيغ منتهى الجموع إما تكون على وزن مفاعل أو مفاعيل. إذن يمنع من الصرف أو أن الاسم يمنع من الصرف إذا كان على وزن صيغة منتهى الجموع كمحاضر ومساجد ومفاتيح وقناديل ومصابيح إلى غير ذلك. النوع الثاني: إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث المقصورة، سواء كان هذا الاسم صفة كحبلى أم علما، اسم علم كرضوى، أم مصدرا كذكرى. النوع الثالث: إذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، سواء أكان علما كزكريا أم صفة كصفراء أو حمراء إلى غير ذلك، أم اسما كصحراء. إذن فهذا أيضا يمنع من الصرف
لسبب واحد. نلاحظ بعض الأمثلة الدالة على هذه القواعد أو هذه القاعدة، فنقول: صليت في مساجد وأضيء المنزل بقناديل زيتية. فإذا تأملنا المثالين أو الكلمتين الملونتين بلون مغاير، كلمة مساجد وقناديل، نجد بأن هذه الكلمة جمع أو جمع تكسير، صيغة منتهى الجموع، فإعرابها نقول في حرف جر: مساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. ثم أيضا قناديل، أيضا أتى على وزن صيغة منتهى الجموع. ثم يقول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فأيضا هذه الكلمة البشرى أتت اسما مختوما بألف التأنيث المقصورة، وهو ممنوع من الصرف كونه مختوما بألف التأنيث المقصورة كما ذكرنا سابقا. ثم المثال الأخير: هذه صحيفة بيضاء. هذه صحيفة بيضاء، فهو أيضا ممنوع من الصرف لأنه صفة اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة، وهو عبارة عن صفة. أما ما يمنع من الصرف لسببين فهو كالتالي: أولا العلمية والتأنيث اللفظي أو المعنوي أو هما معا، كعكرمة أو عنترة، سعاد، فاطمة. فهذا الاسم هو اسم علم، ولكن اسم علم لمذكر رغم أنه ختم بألف التأنيث. أما سعاد فهو علم مؤنث ولكنه معنوي. أيضا فاطمة اسم علم لفظي ومعنوي في نفس الوقت. إذن ما يمنع من الصرف لسببين: أولا إما أن يكون العلمية والتأنيث اللفظي أو المعنوي أو هما معا. فأما بالنسبة لبعض الأعلام المؤنثة غير الأعجمية والتي تكون ساكنة الوسط مثل فاس وهند ومصر، فهذه الأسماء يجوز صرفها يعني تنوينها أو يجوز منعها من الصرف، وهي استثناءات، ولكن ينبغي أن تكون ساكنة الوسط. ثم ما يمنع من الصرف لسببين: العلمية وزيادة ألف ونون، فكعفان ونجران وعثمان إلى غير ذلك، فنجد بأن هذه الأسماء الثلاثة هي أسماء أعلام ومختومة بألف ونون، فهي ممنوعة من الصرف لسببين: السبب الأول كونها اسم علم، والثاني ختمت بألف ونون. ثم العلمية والتركيب المزجي كحضر موت، أو تأبط شرا كحضر موت، فنلاحظ بأن هذا التركيب مزجي بحيث مزجت الكلمة الأولى حضر مع موت، وهي عبارة عن اسم مدينة في اليمن حفظها الله تعالى. ثم العلمية ووزن الفعل المضارع كيزيد وأحمد، فنجد بأن هذين الاسمين يزيد وأحمد هما اسمي علم، ولكن في نفس الوقت قد يكون فعلا مضارعا، فنقول: زاد يزيد يزيد الخير، أو أحمد حمد يحمد، فأنا أحمد الله تعالى، ولكن هنا عبارة عن أسماء أعلام. ثم العلمية والعجمة كإبراهيم وإسماعيل. العلمية ووزن فعل ك
عمر أو كهبل. نلاحظ بعض الأمثلة الدالة على هذه القواعد. نقول: ذهبت مع سعادة عند عنترة. ذهبت مع سعادة عند عنترة، فسعادة هنا هو ممنوع من الصرف، وسبب ممنوع من الصرف كونه اسم علمي وأيضا مؤنث، وعنترة أيضا فهو اسم علم ومختوم بالتاء الدالة على التأنيث. ثم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، فهنا سبب المنع من الصرف هو اسم علم وختم بألف ونون أو زيادة الألف والنون. مر صفوان بحضر موت، فهنا لدينا اسمين ممنوعين من الصرف وهو صفوان وحضر موت. كان فرعون ملكا على مصر، فهنا نجد أن كلمة فرعون هو اسم ممنوع من الصرف، وسبب المنع من الصرف هو العلمية والعجمة. أما مصر فيمكن أن يصرف أو يمكن أن يمنع من الصرف كما ذكرنا سابقا. كانت الشياطين تخاف عمر رضي الله عنه، فكلمة عمر هي اسم علم وأتت على وزن فعل. أما الصفة الممنوعة من الصرف فنجد بأن بعض الصفات تمنع من الصرف، وذلك لسبب أو لعلة من العلل التالية. فأول علة: إذا كان صفة لمذكر على وزن أفعل الذي مؤنته فعلا، مثل أخضر أبيض أسود، فنقول أخضر خضراء أبيض بيضاء. صفة أخرى وهي على وزن فعلان الذي مؤنته فعلاء أو فعلاء، كعطشان وغضبان أو حيران، فنقول حيران حيرة، عطشان عطشار. أو إذا كان صفة للعدد على وزن فعال أو مفعل، فنقول أحاد، تلات أو مثنى، كما يقول الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن فهنا يمنع من الصرف، أو أن هذه الصفة تمنع من الصرف لأنها أتت على وزن فعال أو مفعل. وأيضا الصفة الأخرى الممنوعة من الصرف إذا كانت صفة أخر معدولة عن لفظ آخر، فنقول آخر أخر. هناك بعض الأمثلة الدالة على هذا، فنقول: وضعت الهدية في منديل أحمر. وضعت الهدية في منديل أحمر، فنجد بأن كلمة أحمر هي صفة ومؤنتها حمراء على وزن فعلاء. كنت حيران في أمري. قابلت الأضياف مثنى. ثم أصابع اليدين والرجلين خماس. وحضرت مع المدعوين نساء أخر. إذن هذه الأمثلة تضم مجموعة من الصفات الممنوعة من الصرف كأحمر، حيران، مثنى، خماس. هنالك أو قلنا في السابق بأن الأصل في الأسماء هو التنوين، ولكن هناك بعض العوارض التي تعرض فيكون ممنوعا من الصرف ويجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، ولكن قد يجر بالكسرة التي هي الأصل رغم أنه أتى إما على صيغة منتهى الجموع أو غير ذلك. فنلاحظ
هذه القاعدة. فالأصل في الممنوع من الصرف أنه يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، ولكن إذا اتصلت به التعريف أو الدالة على التعريف أو كان مضافا، فإن هاتين الحالتين أو في هاتين الحالتين يجر بالكسرة الظاهرة. المثال على ذلك: صليت في المساجد وأضأت المنزل بالقناديل. فكلمة المساجد هنا هي صيغة منتهى الجموع، ولكنها جرت بالكسرة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأن هذا الاسم أتى معرفا بأل، كذلك الشيء نفسه بالنسبة لكلمة القناديل. ثم قمت بجولة في متاحف المدينة، فهنا أتت هذه الكلمة مجرورة بالكسرة لأنها أتت مضافة إلى معرف. ثم ضمدت الجراح بالثوب الأبيض. إذن إلى هنا أصدقائي الأعزاء وتلاميذي الأوفياء ننهي حصتنا، ولا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.